خير البنات، منا تكونوا على خير وبخير. مرحبا بكم فيديو جديد. شكون اللي عندها البشره مختلطه وحارت اشنو دير ليها؟ انا منهم، عندي بشره مختلطه في الموسم ديال الشتاء والخريف، كيتكون عندي جاف في هذه المنطقه، مشيت الانف ما خليت، ما جربت سواء في المنتوجات الرخيصه ولا المنتوجات الغاليه، يعني بزز باش طحت على لي برودوي اللي يناسبوني. الصراحه يعني صعيب، الناس اللي عندهم بشره مختلطه كيحيروا فيها بزاف، ما سهلاش، ما كتعرفيش شنو ديري ليها، خصوصا الا نضوا لك حبيبات بحال هكا. ها نتوما شوفوا، راه نايضه ليا وحده هنا معقداني، ولكن نضوا لك حبوب هنا من جهه العنق. صعيب 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 بزاف، يعني باش انك تكونترولي داك الدسم، وباش انك في نفس الوقت البشره ديالك ما تنشفش بزاف. هذا الشيء علاش انا طرقت لهذا الموضوع في هذا الفيديو، باش نوريكم منتوجات اللي كيوازنوا البشره، يعني ما كينشفوهاش بزاف وما كيخليوهاش دهنيه في نفس الوقت. فوالا البنات، انا غادي نحاول نشرح لكم اكثر. نبداو بالمنتوجات ديال تنظيف البشره. كنستعمل هذا البراش من مايكل تود، فوالا كيفاش كتجي. هذه سوني كلار بتيت، هذه كدير واحد الذبذبات خفيفه للبشره، وكتنقي بواحد الشكل عميق جدا البنات. واخا يكون وجهكم عامر بالميكاب ولا موسخ يعني بالغبره وكذا، كينقي بواحد الشكل رهيب، واحد الذبذبات كيعطي هنايا خفافين. فوالا كتقدروا تزيدوا وتنقصوا على حسب اللي بغيتوا. غزال غزال، انا هذا كينقي ليا البشره مزيان، خصوصا الناس اللي البشره ديالهم دهنيه وكذا، دغيا كتيدام دغيا كتغبر ليهم، هذا خطير للتنظيف. فوالا كيجي بالبوشيطه ديالو، وعندو حتى الشارج ديالو. واش كاين هاد الكلينسر ديال ايسي لودر، ديجا هضرت لكم عليه، غزال هذا سميتو البشره المختلطه الى العاديه، وكينقي بواحد الشكل حتى هو عميق جدا، ومنه ماسك ومنه نيتويو. فوالا كيفاش كتشوفوا، يعني ملي كديروا كتقدروا تخليه واحد 3 دقائق ولا 4 دقائق في وجهكم عاد كتغسلوا. وكاين هذا ديال اليزابيث اردن، حتى هو فيه 2 ان 1 كلينزر، كينقي البشره حتى هو، يعني لجميع انواع البشره. فوالا كنستخدمه مره. وكاين هذا المقشر، هذا غزاله البنات، واخا نقدر نوصف لكم حتى نعيا، هذا الطوب سيلر حتى هنا في امريكا بالنسبه للسكراب. خطير البنات، كيقشر واحد، يخلي الوجه ديالك رطيطب، وخصوصا المنطقه ديال الانف، يعني كينقيها مزيان. فوالا المهم، انا هادو حاليا اللي كنستعمل واللي جاوا ليا مع بشرتي. بالنسبه للتونر كنستعمل هذا اليزابيث اردن، هذا كي البشره المختلطه، ملي كنديرو كنحس بوجهي ولا مات، كيحيد لي الدهون في من جهه ديال الجبهه ومن جهه ديال الانف. وكاين هذا ديال كيلس المعروف، هذا فيه اعشاب اكسترا فلاور، يعني فيه حتى هكا الزهور، صالح للبشره المختلطه وغزاله البنات. فن انا ديما كناخذ فيه حتى ترافل سايز على حساب السفر، زوين زوين بزاف البنات. بالنسبه للناس اللي بشرتهم دهنيه غير يجربوه، اكيد غادي يعجبهم. اكيد غتسولوني على لي ماسك، وراني درت جوج في هذا الفيديو، منهم هذا ديال كيلس، هاد لا ماركه تعجبني الصراحه في لي ماسك ديالها واللي كريم ديالها. هذا ديال الخرقوم البلدي، فوالا صالح للبشره المختلطه، البشره هكا الدهنيه، كيتستعمل هكا جوج مرات حتى ثلاثه مرات في السيمانه. بالنسبه للناس اللي عندهم الحبوب هكا فيه الراس ولا لاطراس ديال الحبوب ولا كذا، راه كيكرمهم، يعني غير كدومي عليه واحد الفتره كتحسي بالحبوب مشاولك، كيتناقصوا بشويه بشويه، وحتى داك لاطراس كيتحيد. المهم هذا راه نفعني، وقت ما سالا كنعاود ناخذه. وكاين هذا ديال غلام كلو، هذا كيجي خفيف على البشره، حيت ملي كديروا هذا كتحس بوجهكم شويه كيحرق، يعني كي بحال هكا تقولوا كيحرق لكم داك الحبوب، يعني ضروري خاصكم شي حاجه ديروها من موراه باش يبرد لكم البشره. فوالا انا كندير هذا ديال غلام كلو، هذا كيجي داير بحال باناشي، كيجيب لي فخوي وكيبرد البنات البشره، وريحته فنه. فوالا كيفاش كيجي، فوالا ريحته. بالنسبه للهالات السوداء او للترطيب تحت العين، كنستعمل هذا ديال ايستي لودر داي وير اي، هذا ديما كنهضر عليه في السوشيال ميديا، غزال البنات كيرطب بواحد الشكل زوين، وكينقص تنحس به كينقص شويه هذوك دوك الهالات السوداء. وكاين هذا
من كيلز، هذا كيجيب بلافوكا ومعروف راه الكريم ديالو ثقيل. فوالا كيفاش كيجي. هذا كيدم ليكم تحت العين، راه العين الا كانت ميدمه وكانت مربه مزيان ما كيكونوش فيها دوك التجاعيد، ما كيبقاوش فيها التجاعيد، وفي نفس الوقت كينقص شويه من الهالات. فوالا البنات كيفاش كيجي غزالين هاد الجوج فنين. بالنسبه للاثار ديال الحبوب غنقول لكم شنو كنستعمل اكزاكت. كاين هاد السيروم ديال استيلودر نايت روبير، هذا كنديرو لوجهي كامل، كينقص لي الاثار ديال الحبوب وكيخلي البشره رطبه. هذا ديال الليل كنستعملو كل ليل مع الكريم ديالو، وكتحب واحد الاشراقه في الصباح. انا كنستعملو تقريبا طالعه في 3 سنين هذه، يعني مجرباه مزيان وعارفه النتيجه ديالو. الا بغيتي سيروم اكثر فعاليه وينشف لك الحبوب ويحيد لك الاطراس اكثر، كاين هذا سميتو سيلفليس باي هيرم، هذا ليلي، سيروم ليلي كيدار، يعني كديريه قبل من الكريم ديالك. فوالا كدير هو شويه مركز وكديريه غير على المنطقه اللي عندك فيها الحبوب ولا طراس ديالها، يعني ما كديريش على وجهك كامل حيت شويه مجهد، دونك كديري غير على ديك المنطقه. ومع الدوام راه كتحسي بها دوك الحبيبات كرمو وكتحسي باللي بداو كيبهازو. وكاين هذا ديال كودالي، هذا كيصفي البشره كيعطي واحد المع زوينه وكيعطي واحد ليكلا. فوالا يعني كيوحد اللون ديال البشره بهذا المعنى. هذا ديجا كنستعملو ديما واخده فيه الميني سايز، كنحس باللون ديال البشره كيتوحد، يعني دوك الا كان فيك شي بقعه كبيضين ديال الشمس ولا شي حاجه راه كيحيدها. فوالا البنات المهم هادو راهم طب للحبوب والتصفيه ديال الوجه وتوحيد لون البشره. كاين هذا ديال كلين اند كلير، هذا كنستعملو الحبيبات ملي كينوضوا مع الدوره الشهريه، يعني كديري غير نقطه صغيره فهاديك البلاصه بالليل هكا ولا بسميتو كينشفها، كتحسي بالحريق واحد شويه وكينشفها وكتقشر من بعد. فوالا هذا هو الفعاليه ديال هاد البروداكت. ما نساوش بطبيعه الحال المرطبات، كنستعمل هاد جوج من استيلودر، كاين هذا ديال النهار سميتو داي وير، فيه الاس بي اف 15 حمايه ضد الشمس، وكيبقى الترطيب ديالو 24 ساعه، يعني النهار كامل كتحسي بوجهك هكا رطيطب. كنستعملوه هو الاول، عاد كندير وراه هذا من سان سكريم سوبر كو بلاي، فيه هو حمايه ضد الشمس 50. فوالا هذا ضروري كنديرو كل نهار. وكاين الليلي، هذا كيجي شويه مركز، كيعطي واحد الاشراقه حتى هو الوجه في الصباح وكيخلي وجهك الليل كامل هو رطيطب. وكنستعملو مع السيروم، يعني كنبدا بالسيروم هو الاول وكندير معاه هذا، كندير مساج لوجهي بهاد سميتو. وكاين هذا ديال الليل نايت وير بلاس، هذا شويه مركز، يعني كيرطب وجهك بواحد الشكل عميق، يعني الليل كامل وكتصبحي كتلقاي البشره ديالك كتبان هكا فيها واحد الاشراقه زوينه. بطبيعه الحال كنستعملوه مع السيروم ديالهم، يعني كنبدا بالسيروم هو الاول كنديرو، كندير به مساج هكا بالكريستال فوجي، عاد كنستخدم الكريم. ونفس الشيء الصباح، يعني كندير الكريم ديال النهار وكندير واحد المساج خفيف بالكريستال، عاد كندير السانسكرين. البنات انا عرفت غتقولوا لي عندك بشره دهنيه مختلطه وكتستعملي ارغان، ماشي مشكل، ارغان كتمتصوا البشره والمنافع ديالو كبيره بزاف، يعني راكم عارفين ارغان شنو كيدير للبشره، كيخلي ما كيخليهاش تكون مترهله، ما كيكونش تجاعيد، كيحيد حتى دوك الاطراس ديال الحبوب، وجهك ديما كيبقى فيه واحد الاشراقه زوينه، يعني كيبقى ديما رطيطب. هذا كنستعملو غير مورا لي ماسك، يعني ملي كنستعمل لي ماسك اللي كينشفوا ليا البشره، وهذا كنستعمل ارغان باش يوازن ليا الترطيب في البشره، يعني ما يبقاش وجهي ناشف بزاف. ابخي راه كندير التونر، كنحيدو بداك سميتو بالتونر، وكندير الكريمات ديالي، يعني هذا ما كنباتش به الليل كامل، كنديرو غير واحد الفتره هكا تقريبا واحد 10 دقائق وكنحيدو وكندير السيروم والكريمات ديالي. فوالا البنات، وما تنساوش ما تخرجوش به الشمس، كنتو كديروه بالنسبه للناس اللي بشرتهم جافه يستعملوه ماشي مشكل، ولكن خصو يتغسل مزيان بالنهار وديري ليكرو دو سولير عاد تخرجي الشمس،
هذا ممنوع انه تخرجي به الشمس حيت غيحرق لك وجهك وغادي يرجع لك بحوايج سلبيه. فوالا البنات، كنتمنى البنات الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، ولا كنتو جربتوا اي حاجه من هاد لي برودوي خليوها ليا في التعليق باش نعرف الراي ديالكم. ومره اخرى راه غادي نحط لكم منتوجات خاصه بالبشره الحساسه والبشره الجافه. يلا خليتكم على خير، شكرا بزاف.